السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في قناة شهيوات سليمة. اليوم غادي نحضر مع بعضياتنا ياغورت سائل او اللي كنسميوه دانب. هذا هو الاسم اللي كنعرفوه به جميع. غادي نحتاجو ليه يترو ديال الحليب. هنا عندي ديال يترو ديال الحليب، وعندنا واحد الكاس ديال اليوغورت عاقد، يعني يكون عاقد ما يكونش كريمي، وعندنا كاس مع مرش ديال سنيدة، وما من غير انه ما كنعمروش انا على حساب الصحه، يعني ملي كنديروا سنيده كثيره في اليوغورت ما كيعقدش لينا مزيان، راه ما كيكون عامل من العوامل اللي ما كتخليش اليوغورت انه يعقد. فايتلي شاركت معكم هذه المعلومه في القرص او لا في القراشل. عندنا كاس ديال الحليب بودره نيدو، وعندي واحد ساشيه ديال الفاني، وعندي شويه ديال الفاني بودره. انا كتعجبني هاد الفاني بودره، كنزيد نسم بها، ولا ما كانتش نديرو غير هاد، نكتفيو غير بهاد الساشيه هادي. وغادي نحتاجو يترو ديال الماء عادي من الروبيني على هاد الشكل شيبان. انا فرغتو هنايا مباشره في الخلاط لان غادي نخدمو فيه، وفي نفس الوقت غادي نبين لكم بان العبار كيكون في هاد الكاس هذا، يعني عبروا فيه يترو، غير نتوما ما تعمروهش. غادي نقول لكم علاش. اول حاجه غادي نبداو بها، غادي ندير الحليب في الكوكوط. ها هي عندي هنايا، غادي نديرو يفيض ونرجعو نكملو باقي الوصفه. يعني الحليب عادي، بسم الله، غادي نفرغو في الكوكوط حيت هي اللي غادي نخمرو فيها اصلا هاد الياغورت. انا غادي ندير الحليب ديالي يفيض، منين يفيض غادي نجيبو نكملو الوصفه مع بعضياتنا. الحليب ديالي راني درته كيفيض، وهنايا عندي الكاس ديال الخلاط كيف قلت لكم فيه يترو ديال الماء. غادي نقص منه واحد شويه، تقريبا واحد الكاس هنايا. كتعرفوا بان الكاس ديال الخلاط كيهز غير يترو، الا كمن ضفنا له باقي المكونات منين كنبداو نخلطوه راه كيبدا يفيض. هادشي علاش نقصت اولا، هادي الفكره الاولى علاش كنقص منه، بسم الله. وهنا سنيده، وعندي هنايا الكاس ديال الياغورت، يعني المكونات كامله غنديروها في الخلاط. كيف قلت لكم اولا نقصت الكاس ديال الماء على ود انه يتخلط ليا كلشي في الخلاط، ثانيا الا بغيتوه يكون شويه عاقد ولو كيكون يعني ضنب، بغيتو شويه يكون عاقد بحالي انا كنبغي شويه يكون عاقد، كنقص شويه ديال الماء من داك اليترو. بغيناه يكون خفيف راه ممكن نكثرو حتى اكثر من يترو ديال الماء. هانتوما غادي تشوفوا معايا شنو كنقصد بهاد منين يوجد، يعني تشوفوا الكثافه ديالو كيفاش كتكون. انا نقصت تقريبا هنايا كاس، هنا ها هو هنا، يعني كاس ديال العنبه تقريبا من يترو. غادي نخلط جميع المكونات في الخلاط ونرجع. الحليب ديالي ها هو فاض، شوفوا معايا البنات ها هويا، يعني بلا ما نطول عليكم كلشي كيعرف يفيض الحليب، هو هذا يعني جاب الغليه كي كنقولوا غادي نصايبو القهوه ولا شي حاجه هكايا. ها هويا هنا عندي الخليط، هو هذا هنا عندي الخليط ديال الحليب والماء واليوغورت، خلطتهم حتى هما في الخلاط. غادي نجيبهم ونفرغهم على الحليب اللي عندي فايل مباشره، ما كنتسناوه لا يدفى لا والو، على هذا الشكل. كنفرغهم عليه مباشره بسم الله على هذا الشكل. واحد المساله غناكد عليها هو اننا ملي نبداو نخلطو بحال هكايا، ملي كنخلطو بمعلقه يا اما ديال العود يا اما بحال هذا مثلا ديال البديع، ما نديروش الحديد اولا الانوكس، المعلقه ديال الانوكس ما نديروهاش، غير نخلطو على هذا الشكل هذا. وغادي نسد الطنجره ديالي، دابا ندير الصفاره وغادي نغطيه ونحطه في واحد البلاصه اللي هي تكون سخونه. انا غادي نغطيه ونوريكم. بعد ما مرات 8 السوايع الرايب ديالي اولا دانب ديالي عقد، انا غادي نوريه لكم. غادي نحلو عليه مع بعضياتنا، شوفوا معايا كنكون دايره ليه حتى الصفاره باش كتبقى النفس مجموعه في الطنجره. بسم الله، انا حسبت ليه التوقيت تقريبا
يعني 8 سوايع بالضبط. شوفوا معايا كيفاش كيكون عاقد، يعني واخا ضناب او لا كنقولوا يوغورت سائل، وانما هو شاد راسو عاقد مزيان. انا غادي نديرو في الثلاجه حتى كيبرد مزيان، وغادي نهز منه واحد الكميه غنديرها في كؤوس يبقى على شكل، انا كنبغي شويه اليوغورت يكون عاقد، غادي ناخذ ليا واحد الكميه منه، واللي تبقى لينا غادي نخلطوه نديرو على شكل ضناب. انا غادي نديرو في الثلاجه ان شاء الله ونقدمه لكم مع بعضيات. بعد ما برد اليوغورت ديالي اولا ضناب، هو هذا شوفوا معايا كيفاش كيولي متماسك، كيولي طروفة، يعني اللي بغينا نديروه دانون هو هذا راه دانون. انا غادي كيف قلت لكم كيعجبني ناخذ منه واحد الكميه كنخليها هكا طريفات، وعاد اللي تبقى غادي نخلطو على حسب اللي بغاو الوليدات كيبغيو كيف قلت ضناب. شوفوا معايا كيفاش كيكون متماسك هو هذا، غادي نعمر به كويسات بسم الله. كنتمنى انكم تجربوه وغادي تنجح معكم هاد الوصفه ان شاء الله بسم الله. شوفوه كيفاش متماسك، اللي ما كينجحش معاه اليوغورت يجرب هاد الطريقه هادي. انا غادي نعمر هاد الكويسات، وبالنسبه للحلاوه يعني السكر نتوما كتحكموا في الكميه، الا بغيتو اكثر من هاد الكميه اللي درت انايا ممكن. شوفوا معايا كيفاش كيكون طريفات. انا غادي نكمل هاد الكويسات بثلاثه غادي نعمرهم، واللي بقى غادي نخلطو وغادي نكبوه في الكويسات باش تشوفوه على شكل ضناب. الكميه اللي تبقات ليا هي هذه، كنجيب واحد الفوي على هذا الشكل. شوفوا معايا راه كيخرج كميه ما شاء الله، هي هذه. ودابا غادي نفرغوا في الكؤوس. الرايب ديالنا اولا ضناب اولا اليوغورت ديالنا ها هو واجد، قدمته هنايا في هذا الكؤوس، هذا هو اللي خليته اللي خلطته يعني على شكل ضناب. ممكن نقدموه بهاد اللمسه هذه، كنديروا الوليدات على هذا الشكل، هذا هاد اللمسه ديال عرفتش كيبان، هو هذا هاد السيرو كنديرو على هاد الشكل، اللي بغى اختياري. غادي ناخد واحد الملعقة وغادي نخلطو غير شوية من الفوق هكايا على هاد الشكل. قدمتو مع هاد الكيك، انا غادي نوريه ليكم هاد الكيك انا صورتو، غادي نحطو مباشرة ان شاء الله من مور هاد الفيديو ديال اليوغورت، كيجي اكثر من رائع. يعني هذا راني صورته قبل اليوغورت، وهذا اليوم الثاني ليه عندي في الثلاجه، كيجي رائع ان شاء الله غادي نجربوه. شوفوا معايا انا نوريه لكم عن قرب في اليوم الثاني، كنتمنى يبان رائع رائع اسفنجي. الى عجبتكم الحلقه ديال هذا النهار او الوصفه ديال هذا النهار ما تردوش تخليوا لي لايك، ومرحبا بالناس اللي انضموا للقناه ديالي، مرحبا بهم والف مرحبا، كنجدد الترحاب بهم مره اخرى. خليت لكم الراحه، في امان الله.